والله احنا طالعين اليوم المهندسين المتظاهرين طالعين يردون تعيين. احنا اليوم خريجين السنوات السابقة بين 2015 بين 2013، من 2013 الى الان لم نحصل على اي منجزات من الحكومة السابقة او الحالية. انا بنت مهندسة جاية عوضا منها من 2016 وحكومي و94 معدلها، بحيث اعطينا دم عيوننا يلا وصلناها هندسه. هاي 7 سنين هي قاعده بالبيت، شنو ذنبها؟ الها ذنب؟ الاهل المعدله 60 تعين، قدمت لها على مال لالف درجه بالمحافظه سنه 2022 لان تابع للاحزاب تعين، وهي 2017 وحكومي ما تعينت. طالعين مظاهرات امام شركه نفط ميسان و لم يستجيب لنا اي احد، وتم الاحتداد علينا من قبل القوات الامنيه. زين احنا نواصل صوتنا، زين من يستجيب لنا؟ زين صار لنا من قبل 4 سنوات ولا يومنا هذا وماكو استجابه. فنتمنى من قناتكم ان توصل صوتنا، طلباتنا. احنا شو نريد يعني؟ اي شيء، شركه اجر يوم وتعيين، احنا طالعين على حقنا. زين شنو ذنبنا يعني؟ تم الاعتداء علينا. هاي بابا you